أعزائي مشاهدين ومتابعين جريدة المصري اليوم، مساء الخير على حضراتكم، معكم رسيلكم أحمد النحيتي من هنا من داخل نادي الزمالك. وزي ما حضراتكم شايفين مستمرين في متابعة انتخابات نادي الزمالك من اليوم الأول وحتى اقتراب موعد الانتخابات. يعني معايا أحد المرشحين على منصب العضوية تحت السن، طبعا المنافسة شرسة على هذا المنصب، يمكن 14 مرشح بيخرج منهم 3 في النهاية. معايا الأستاذ علي العاطفي المرشح على منصب العضوية تحت السن، عنده رؤية وعنده هدف وطموح، هنعرف رؤيته لنادي الزمالك وأزمات النادي الفترة القادمة. برحب بيك يا أستاذ علي على تلفزيون المصري اليوم. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، شرف لي أن أطلع على المصري اليوم، وأهلا بكل محبينكم وأهلا بكل جماهيركم. إحنا موجودين هنا كلنا موجودين في حب النادي. تعالوا أعرفكم بنفسي الأول، أنا علي العطفي، شغال في القطاع المصرفي، خبرة أكتر من 10 سنين، خدت كورسات كتير في التحليل الائتماني، في ائتمان الشركات، في التخطيط، في التسويق. حاليا بعمل في إحدى البنوك المصرية الكبرى، موجود هنا بالذات النهاردة لأن أنت بيتك كان فيه مشكلة، فأنت لازم أول واحد تبادر بحل المشكلة دي من باب المشاركة الاجتماعية، من باب وقوف جنب النادي اللي أنت بتحبه، في النادي اللي أنت اتربيت فيه. قول لي، نادي الزمالك طبعا بيمر بالعديد من الازمات، ابرزها الازمات الماليه وازمات القيد، يمكن ده ملفك او تخصصك، شايف الموضوع ده الرؤيه ليه ازاي وحل هذه المشكله اللي بتشغل جماهير نادي الزمالك كل يوم وكل ساعه وكل لحظه تقريبا؟ مظبوط، انا شايف ان المشكله اللي موجوده في نادي الزمالك مش مشكله كبيره ولا حاجه، بالعكس احنا لو فكرنا بره الصندوق هتلاقي فيه موارد كتير جوه النادي نقدر نستغلها. انا جايب فكر ان احنا نعمل اقل تكلفه بربحيه كبيره بخدمات كتير للنادي. دلوقتي احنا نادي الزمالك 118,000 عضو ومتوسط 4 مثلا افراد في الاسره، فاحنا بنتكلم في حوالي 600,000 عضو. فاحنا لو اتكلمنا بس كخدمات للنادي، خدمه اجتماعيه، عندنا الكراسي، عندنا الترابيزات، ابسط حاجه ان انا بديل مع اي شركه من شركات الاغذيه المتواجده الكبرى في مصر، ان انا تعالى وفر لي شويه كراسي وشويه ترابيزات تليق باعضاء الجمعيه العموميه وهحط لك اللوجو بتاعي عليه. 600,000 فرد هيشوفوا اللوجو بتاعك، فانا بعمل له ماركتنج، هو الكسبان، وهكذا البراندات الموجوده على سور النادي. انا ما بفتقد النادي الزمالك، بيفتقد براندات داخل النادي. انا لا، مش لسه هعمل بقى ديلز جديده واضيع وقت، لا انا هستخدم البراندات دي جوه السور، يعني في مكان فاضي، ليه ما اعملهمش بارتيشن؟ اعضاء الجمعيه العموميه يستفادوا، هعلي الايجار على صاحب البراند، هعلي له مبيعاته، المصلحه متبادله بين الجميع. وده كحل مبدئي، فكره بسيطه ان الاعضاء هيلمسوهم. عندنا نقطه كمان، ليه ما افتحش الباب للشركات ان احنا نعمل عروض اسعار؟ كل الناس بتشتكي من مصيف مرسى مطروح، محتاج تجديد، محتاج ظلم في القرعه، الناس ما بتتظلم ما بتطلعش. طب ما تعالى نعمل ديل مع اي شركه محترمه، او نفتح باب عرض الاسعار لجميع الشركات السياحه مع العدد الكبير ده، هيقدر يديني تكلفه قليله وممكن نقسطها مع البنوك، بلس كمان ان انا ممكن اخلي العضو يدفع نص التكلفه وبنص التكلفه الثانيه اعمل له دعايه جوه النادي. عندنا شاشات في النادي كتير جدا وكلها غير مستغله، لو هدي دقيقه او دقيقتين لكل شركه هيبقى بمبلغ وقدره، وهو الشركه اللي كسبانه ان احنا 600,000 عضو. يعني دي كلها حلول شايفها انها ممكن تطلع الزمالك من الازمات. ده حلول مبدئيه بدون اي تكلفه خالص. وبنتكلم كخدمه اعضاء دلوقتي. تعالى دلوقتي نادي 6 اكتوبر. ازمات من سنين كتير، وكل مره كل الانتخابات هتشوف مرشح بيتصور جنب اله معينه ان احنا خلاص هنبتدي في النادي، وبقالنا فتره كبيره ما شفناش اي حاجه بتحصل في النادي. تعالى نعمل، مش هقول لك هنفكر بره الصندوق، تعالى نشوف الانديه التانيه بتعمل ايه. نادي وادي دجله عنده كام فرع، نادي الصيد عنده كام فرع، تعالى نمشي بنفس المبدا بتاعه. تعالى نفتح باب العضويات الخارجيه، طبعا احنا جماهير الزمالك يتعدوا 50 مليون جوه مصر، ليه ما استغلش حاجه زي كده؟ محبين كتير من نادي الزمالك حابين ان هم يخشوا يبقوا اعضاء جمعيه عموميه. تعالى افتح سي مثلا، تعالى نتكلم في ارقام بسيطه، لو بنتكلم في 250,000 جنيه العضويه الجديده، تمام، في متوسط 50,000 واحد. تخيل كده، انا هخلي طريق التقسيط عن البنوك، عن طريق البنوك شركات التقسيط وما اقصرها دلوقتي متواجده في السوق المصري. هقسط للعضو الجديد
بمبلغ بسيط جدا، هيدفع مبلغ شهري بدون مقدم بدون اي حاجه، والفلوس دي كلها هتتحصل للنادي كاش. فتخيل مثلا 250,000 50,000 عضو، تتكلم في حوالي 12.5 مليار. نقدر بيهم نبني النادي ونتعاقد مع شركه تسويق تقدر تسوق للنادي بشكل مميز، شركه انشاءات، والزمها بالتسليم مثلا النادي في خلال سنه. وفرت الفلوس ووفرت شركه التسويق، عملنا ماركتنج كويس جدا، عملنا ديلز مع البنوك، عملنا ديلز مع الشركات، نادي الزمالك في الاخر مستفاد. هتقلل الكثافه عندي في نادي الزمالك هنا في 100 عقبه، معظم الاعضاء اغلبهم من سكان اكتوبر والشيخ زايد. هيبقى قرب لهم مسافه، اوفر لهم وسائل النقل اللي هم بيجي يدب مشوار من اكتوبر لغايه 100 عقبه. لا ده انا هفتح لك نادي عندك وهتستفاد بيه، وهخفف الضغط هنا، هنفتح ملاعب كتير، الناس بتشتكي من قله الملاعب، الانشطه الرياضيه هيبقى موجوده هناك، هنفتح فرص كتير لمدربين، ان انا استقطب كل مدربين نادي الزمالك العظماء اللي غير موجودين بالصوره دلوقتي، ارجعهم تاني للنادي. قول لي شايف الاجواء والعمليه الانتخابيه ماشيه ازاي من اول تلقي طلبات الترشيح لحد النهارده، الموضوع ماشي ازاي؟ انا شايف كعلاقتي الشخصيه بجميع المرشحين مفيش اي مشكله ما بيننا خالص، علاقه حب متبادل، لان احنا معظمنا داخل بهدف اعلاء رايه الزمالك اولا، فكلنا في مصلحه النادي. مقعد المجلس نادي الزمالك ده مجرد ده كحاجه اجتماعيه، مشاركه اجتماعيه، حاجه خدميه، كلنا بنتنافس في حب الزمالك. المنافسه شرسه ما بينك وما بين بعض الاعضاء على نفس المنصب، يعني شايف المنافسه ازاي؟ يعني احمد هاني زاده، نيره الاحمر، المنافسين كتير يعني ليهم اسمائهم واسمائهم بارزه، شايف المنافسه معاهم ازاي وعلاقتك بيهم ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ال 14 عضو كلهم قيمه وقامه، كلهم هدفهم اعلاء مصلحه النادي. كل الناس اخواتي وحبايبي، ما فيش اي مشكله ما بيننا، زي ما قلت لك كلنا موجودين في اعلاء مصلحه النادي. بس في الفتره الاخيره ظهرت سماسرة الانتخابات، اللجان الالكترونيه، ودي غالبا يعني بعيد عن المرشحين، في ناس مستفاده من الموضوع ده زي سماسرة الانتخابات وهكذا، ان هو يعني بيعلي مصلحته الشخصيه عن مصلحته مصلحة النادي. ازمات الزمالك بالنسبه لفريق كره القدم، رحل امام عاشور، لكن ما زالت النغمه تتردد، رؤيتك للموضوع ده ومين السبب في رحيل امام عاشور؟ اذا كان رحل امام عاشور، عندنا 30 امام عاشور، عندنا لعيبه مميزه، كل الشكر ليهم وكل التحيه ليهم وكل التحيه للجمهور العظيم اللي بيساند فرقته رغم الظروف العصيبه اللي بيمر بيها النادي، رغم الازمات الماليه. عندنا نجوم كتير قوي، نادي الزمالك معروف ان هو طبعا كل الناشئين وكل النجوم بيخرجوا من النادي. عندنا الكابتن مصطفى محمد مكسر الدنيا ما شاء الله عليه، عندنا امثله كتير جدا من نادي الزمالك موجودين جوه داخل الالعاب الرياضيه في جميع القطاعات، سواء العاب الصالات سواء كره القدم، فنادي الزمالك بيطلع نجوم. رايك ايه في تردد بعض الاخبار عن رحيل زيزو واحمد فتوح؟ مش عايزين اشاعات، احنا عايزين النادي يدور بشكل مؤسسي، عايزين قناه اعلاميه هي اللي تكون صاحبه التصريحات دي. ده كله كلام فبركه، كل ده دعايه لجهات معينه لقنوات معينه حابه تعمل فبركه وتعمل شو، لكن احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنعلي مصلحه النادي. نادي الزمالك في حاله استقرار، فريق الكوره، الانتصارات الاخيره الحمد لله في افريقيا في الدوري، الفريق بيعمل مجهود جبار، احنا مش عايزين نشغل الفريق بتاعنا، وكل الدعم هنقدمه لفريق الكوره طبعا. أزمة كهرباء الرؤية ليها كده بشكل سريع شايفها ازاي والحل فين؟ أزمة كهرباء، أولا في ناس طلعت اقترحت حاجات كتير، قالت احنا نقسط غرامة الكهرباء، لا هناخدها كاش. طب هل احنا قعدنا مع الخصم الأول؟ هل شفنا ايه المتاح بالنسبة له؟ لازم يبقى في اتفاق مع الخصم للجلوس والاتفاق بحيث ان النادي يسترد كل المبالغ بتاعته. لما لا ممكن الخصم يقول لك انا جاهز بالفلوس تجنبا لحدوث مشاكل او ايقاف للاعب، فانا ليه افترض ان انا ممكن اروح اقسط الغرامه، انا ممكن اخدها كاش. بس لازم يبقى في حلول، لازم يبقى في مجلس الاداره بالكامل يجتمع، لان ده امر مهم، ما ينفعش قرار يتاخد فردي، لازم قرار مجلس الاداره بالكامل، لان ده يعني مصلحه النادي ومبلغ كبير هيفيد النادي جدا طبعا.
شايف المنافسة على منصب رئيس نادي الزمالك عاملة ازاي، وخصوصا من تواجد السيدة لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك، موقفها ايه؟ ويمكن انا بتكلم عليها بالتحديد لان هي اول سيده في تاريخ النادي، وفي نفس الوقت نازله مع مرشحين اسمائهم بارزه جدا جدا، وانت عارف المنافسه قويه، فرؤيتك للموضوع ده ايه؟ الفتره الاخيره طبعا دعم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمراه ليها عامل مهم، المراه دي امنا اختنا بناتنا، لازم يكون ليهم دور في المجتمع، وده اللي احنا كلنا متواجدين فيه. ما عنديش مشكله ان ترقصني سيده، ما عنديش مشكله في روح المنافسه الموجوده، كله في علاء مصلحه النادي. انا شايف ان المنافسه متقاربه جدا بين الساده المرشحين على رئاسه النادي، وبدعي لهم من كل قلبي ربنا يوفقكم. الشيله تقيله قوي قوي قوي، فتره ولازم نعدي بيها، وان شاء الله هنعدي بيها، ولازم يكون ايا كان مين اللي هينجح لازم يكون المجلس كله متكاتف، لازم الساده المرشحين اللي ربنا مش رايد له التوفيق لازم يكون بعد رئيس المجلس لازم ينسق مع كل المرشحين، ويبدأ يعمل لجان ثقافية واجتماعية وترقصها السادة المرشحين الآن، لأنه كله إعلاء مصلحة الناس. أخيرا كده تقول لي جماهير الزمالك إيه وأعضاء الجمعية العمومية؟ جماهير الزمالك اطمنوا، فريقكم رجالة، نادي الزمالك إن شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل تاني ولا فيه صراعات تاني، إحنا موجودين، دورنا إحنا كشباب إن إحنا نصلح الحال، لازم نحسن علاقتنا بكل الناس، مفيش اي مشاكل ما بيننا، مفيش اي مشاكل داخليه، ان شاء الله النادي هتشوفوه زي ما انتم حابين وافضل كمان، وهنرجع ابطال زي الاول واحسن ان شاء الله. يعني بتمنى لك التوفيق في اللي جاي. اعزائي المشاهدين المتابعين المصري اليوم، ده كان لقائي مع يعني الاستاذ علي العطفي المرشح على منصب العضويه تحت السن، عنده هدف وعنده رؤيه لنادي الزمالك، زي ما قلت لكم احنا على مسافه واحده من جميع المرشحين على اي منصب من المناصب. كنت معكم انا مراسلكم احمد النحيتي.